الحق يامه، ده هيبتدي الحرب بدري. الواد وحيد مصور شهاده ميلاده وبطاقته وحاططهم لسيد في طبق الاكل بتاعه. طب والورق ده هنا ازاي؟ هما مش مطرودين؟ واحنا مالنا يامه؟ سيبي كل حاجه زي ما هي. نفسي اشوف سيد لما ينزل ويلاقي الورقه في طبقه هيعمل ايه. بس جو الفيلا هنا يجنن يا حبيبي. انا مش عارف احنا ايه اللي مقعدنا هناك، ما نقعد هنا على طول. خلاص يا حياتي لو عاجبك اقعدي زي ما انت عايزه، ما هو بيتك برضه. ايه ده، امال فين يوسف؟ شوف اي حاجه، انا جنبك اهو، انا جنب اقول لزاك كلمتين بس. ايوه كانويته وتعالى، خدي راحتك وامال اللي انت عايزاه، ده بيتك برضه. ولا ايه دلال؟ بيتها يا حاج لما يكون ما عندهاش فيلا بتدفع لها من دم قلبك كل شهر قد كده. وبعدين بقى انت بتدفعي حاجه من معاكي يعني؟ انت ملفظك مالها، الملفظ سعد. هو ايه ده؟ ايه في ايه؟ موزعين ورق ولا ايه؟ شفت يا يوسف؟ هستأذن انا يا حاج بقى. استأذني، مش حضرتك اللي معانا؟ انا عندي مشوار صغير هخلصه واجي لك على طول. يلا ربنا معاكي. الله 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 الله، ده كلام كبير قوي يا حاج. ايه يا دلال؟ مين اللي جاب الورق الكلام الفارغ ده هنا؟ علم علمك يا حاج، اهدى مش كده. ده بنت ايه الزفت ده؟ انا عندي ميعاد مع الدكتور. سلام. يلا بالسلامه انت كمان. لا اله الا الله. مين النيلة اللي عمل كده؟ بقول لك ايه يا ام دلال؟ نعم. حتتين الغسيل اللي فوق دول مش عايزه ترجعي ايام الطشت الحلوه. الله يسامحك يا اخويا، الله يسامحك. معلش يا ام دلال، معلش. مع السلامه. انت شفت ايه اللي مكتوب ده وايه اللي جايبه عندي؟ يعني حصلت يا حاج، يقول لغايه هنا ومحطوط لي في الحاجة. يا اهلي يا جيراني، انا عايز اخدكم في حضاني. ازيك يا حاج؟ يا ريتنا كنا افتكرنا مليون دولار يا حاج. انت ايه زفت الورق اللي مالي بين بين ده؟ حبيت اعرفكم بوحيد الجديد، ودي صوره من شهاده الميلاد والبطاقه باسم وحيد سيد الدقاق. بس خساره نسيت اصور جواز السفر. سيد الدقاق؟ انت فاكر لما هتقول كده تبقى ابني؟ لا، ده بعيد عن اللي انت بتفكر فيه. انت مش ابني، انا بقول لك اهو، وانا مش معترف بيك. جاتك نيله وادي الورقه بتاعتك. انا ابنك يا حاج، والله العظيم ابنك، زي ما كمان ابنك وايهاب ابنك وسمر ويوسف. على فكرة وحيد طلع اصيل، مرضاش يرفع عليك قضية يجبرك فيها انك تصرف عليه وتوفر له سكن، وفضل ان هو يتكلم معاك بحب وبشكل ودي. كمان قضية؟ وبعدين انت مال اهلك؟ انت مال اهلك يا انت؟ انت انا مش عايزك هنا ومش عايزكوا كلكوا. انتوا هنا ليه؟ ما انا طلبتكوا اتنقلوا اخرجوا من بيتي. ده مش بيتكوا، ده بيتي انا. ولا انتوا جبلات ولا ايه؟ لا مش جبلات يا حاج، ده بيتنا احنا، واحنا رجعنا بيتنا ده وهنقعد فيه، ومش هنمشي مهما تجيب لنا بلطجية. بلطجية؟ انت بتقول انا بجيب بلطجية؟ طب انا هجيب اللي اجيبه، ده بيتي وانا حر فيه. بالهداوة بالهداوة يا حاج بالهداوة، اخوانا مش كده، الله، عايزين نقعد كده بالهداوة نتكلم مع بعضينا. هداوة ايه؟ العالم دي ما بتجيش غير بالسك في الدماغ. بس انا عن نفسي هفضل قاعد هنا، لو اتسكت على قفايا لحد الصبح انا قتيلك يا سيد دقاق. قصدي يا بابا. بابا جاك بوه ما يشتعك، انا مش طايق الواد ده، جاتك نيله فيك وفي امك. بس يا حاج، ام الله يرحمها دي يا حاج كانت مراتك في يوم من الايام، وما يصحش تشتمها وتتكلم عنها بالمنظر ده، لان الكلام ده لو سمعوه الحريم بتوعك هيزعلوا، لان ده معناه انك هتهنهم في يوم من الايام. ولا بطل البرود اللي انت فيه ده، والا اقسم بالله العظيم هتغابى عليك. طب اتغابى بسرعه يا حاج الله يخليك، عشان مش فاضي، عايز الحق اطلع فوق اوضب اوضه كده. خلينا بقى نعوض ايام الحرمان اللي عشنا فيها يا حاج. شوف الزفت. بس يا حاج ده عايز كمان يعيش جوه البيت وفوق. يا حاج اهدى بس يا حاج. بقول لك ايه، انا ما اقصدش طايق نفسي ومش طايقهم، خلصت من عندي خالص، والا اقسم بالله هتصرف تصرف تاني. بقولها لكم في وشكم اهو، تصرف تاني. انا هوريكوا اكلام. يلا بس يلا، قلب ابوكوا مش راضي عنكوا. نقعد كده بالهداوه وناخد وندي في الكلام مع بعضينا. طب انا هقول لك على حاجه كويسه قوي، بما ان ابوك فوضك انك تتكلم معانا، تحب تتكلم معانا كلنا كده ولا تتكلم معانا واحد واحد
علشان يبقى عندك فرصة تريح وتاخد نفسك. الله ينور عليك. لا، هتكلم مع واحد واحد عشان اخد فرصة اريح واخد نفسي. هبدأ بوحيد. يلا يا وحيد. نعم، كنت عايز تقول ايه يا يوسف؟ يا عم وحيد، انا مش ضد اللي حصل ده. طب ايه رأيك بقى ان انا اللي قعدت ازن على الحاج ان هو يروح يعمل شوية الدم دول بتاع التحاليل والكلام ده؟ اصل انا كنت عايز اعرف راس من رجلايا برضه. الله، اصل انا بصراحة كنت شاكك شاكك بصراحة بقى، وعلى بلاطة بقولها لك، كنت مصدقه، كنت شاكك ان انت اخويا بجد. واديك اتأكدت يا يوسف، بقيت اخوك رسمي، وبرضه لسه بتبص لي من فوق لتحت. اوعى يوسف تكون بتعاملني على اني وحيد بتاع زمان. عارف ليه؟ عشان انا خفيت. خفيت وعملت اللي كان لازم يتعمل من زمان. ماشي يا عمنا، طلباتك يا عم وحيد. من الاخر يا يوسف؟ من الاخر يا سيدي. انا عايز تعويض. نعم، ايه تعويض؟ ايه يعني؟ ايه يعني تعويض؟ عن كل ايام الذل والحرمان اللي انا شفتها في البيت ده. تعويض عن المرمطة اللي كنت انت وابوك بتوريها لي. فاكر يا يوسف؟ فاكر لما دخلت عليا المكتب ولقيتني قاعد على الكرسي اللي هناك ده؟ فاكر عملت فيا ايه؟ انا ما بفتكرش اي حاجه تزعلنا يا وحيد. انا راجل قلب ابيض، واحب ان انت كمان يبقى قلبك ابيض. الله، ما سيبك بقى من اللي فات يا عم بقى، وخلينا بقى نفكر في اللي جاي. قول لي بقى المفيد، عايز تعويض كام يا عم وحيد؟ فلوس ايه يا يوسف؟ انا حكايه الفلوس دي اخر حاجه ممكن افكر فيها، وبعدين موضوع الفلوس ده له صرفه تانيه خالص. انا عايز تعويض نفسي. ايه 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 تعويض نفسك ازاي يعني؟ يعني عايز اوضه عشان اتجوز فيها، وفوق تاني حاجه انا لازم يبقى ليا دور في الوكاله. لا 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 لا، ده انت مرتب امورك بقى ومظبط نفسك على الاخر يا عم وحيد. مش بقول لك خفيت يا يوسف؟ سبحان مغير الاحوال. اه ماشي. طب اسمع يا عمنا، موضوع الاوضه دي، الاوضه اللي فوق انا ممكن افتح الحاج فيها وهدوس لك عليه، انما موضوع الوكاله ده انا بقى اللي مش موافق عليه. مبقاش من حقك توافق ولا ترفض يا يوسف، لان خلاص احنا بقينا زي بعض. لا 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 لا، ايه 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 ايه، انت اتخبطت في عقلك ولا ايه؟ انت عمرك ما هتبقى زيي. الله، اياك تخسرني انا بالذات يا وحيد. شفت يا يوسف؟ عمرك ما هتتغير، طول عمرك شايف نفسك فوق الكل، حتى اخواتك اللي انت معترف بيهم شايف نفسك فوقيهم. يا عم انت بلاش الكلام المستهتف اللي بتحطه لي جنب، انا مش فاهم. انا ما يا عم تخلص وتنجز وتقول لي عايز ايه. خلاص يا يوسف، خلاص. طالما انت مش فاهم كلامي سيبني بقى مني للحج وما تتدخلش انت. يا عم وحيد، انا مش متضايق ان انت تروح الوكاله، بس احنا شغلنا صعب وانت ما بتفهمش ولا في الحسابات ولا في المخازن ولا بتعرف تسوق، هتروح تشتغل ايه؟ كل ده مش مهم يا يوسف، لان انا مش رايح اشتغل، انا صاحب شغل. ايوه، يعني عايز تروح تشتغل هناك؟ برضه لا، انا عايز ادير الوكاله. عايز تدير؟ ماشي، نقول للحاج على حكاية انك عايز تدير دي ونشوف هيبقى يقوله. تمام يا يوسف.